يعني الموضوع لا في اتش ار ولا ديل الفار ولا الهوا يا بسوم، وكسبت فلوس بالعبيط بالعبيط وضحكت عليك وبكدب عليكم من الاول. اهم حاجه بس دلوقتي اسراء ما تعرفش ولا تشوفني، لانها لو شافتني هضطر اقولها على كل حاجه، وهنقسم الفلوس اللي بكسبها بينا بالعدل. بلاش سرك في بير، بس بما انك ما بتعرفش تكذب، انت قلت ان انت مبسوط من شغلي وماشي في اجراءات تعييني، انا هتعين امتى بالظبط؟ الفايل بتاعك على مكتبه انا ما قدمتوش اصلا. اواطي الله يسامحك. طب انا وسيم لما كنت بتقول لي الفندق ما يمشيش من غيرك بيمشي عادي يا بسيوني؟ عادي، انت ملط وانت عارف كده. دي حلوه قوي اللعبه ديت. طب انا عايز اسال سؤال، لون بكسارك ايه؟ ايه لون بكسارك ايه؟ ازرق وعليه كابتن امريكا. طب اسم الحاجه ايه؟ لا كده ازعق ناريمان. طب قوم ياض هات لي كوبايه ميه. حاضر. والحنفيه ولو عايزها من الخزان كمان هجيبها لك. لا صعبت عليا، كفايه البوكسر الازرق يا كابتن امريكا. يا ناريمان. لا ده حلو قوي.